زيدان معي عبر سكايب. حياك الله كابتن، اهلا وسهلا بك. المدرب الكره وهي صايره ظلمه يمك كابتن، شنو الموضوع؟ كهرباء وين؟ اضاءه وين؟ غفيت حياك الله كابتن، مشتاقي لك. حبيبي استاذ علي، تحياتي لك والدكتور نزار والكابتن صادق سعدون. اهلا وسهلا بك. تحدثنا عن الاسماء التي تفضل، شنو مشاكستك مو مداخلتك؟ لا بس انتم مدوخين نفسكم، هي التشكيله مبينه في شوينا تلعب وحتى البدلاء مبينين. هاي شنو؟ نفسه هي دي مبينه. خو على هاي الحكي ننهي الحلقه نروح للبيت. ونلغي الدوري. نلغي الدوري كابتن جليل. اذا التشكيله واضحه والبدلاء واضحين نروح للبيت والدوري يتوقف. لا ما يصير. بس راح تجي اللعبه راح اشوف من التشكيله بس. بس اكو استحقاق لكثير من اللاعبين مثل ما تفضلوا بالاخوان. اعطيني اياها التشكيله بما انه عارفها وحافظها. اخر تشكيله لعبه ويرام. نفسها؟ اي نفسها. بس المحترفين ماكو. اي هم نفسهم اللعبه ويرام راح يلعبون. طيب. هو هاي الدعوه بس المفروض استبعاد اللاعبين المصابين بالوقت الحاضر. وتبقى البقيه استدعاء اللاعبين هي قناعه مدرب لا اكثر لا. تتفق ويا كابتن صالح؟ وكلنا متفق على هالموضوع. يعني مو اقول لك انه الا اختصاص مثلا مدرب او محلل او لا، كل الشارع متفق على هذا الشيء. اللاعب ما لاعب ما يستحق منتخب، واللاعب ويقدم مستوى هذا اللي يستحق. طيب كابتن جليل نتحدث.